طيب الله اوقاتكم جمهور قناة فارس منهاتن. وكما قال الزعيم عادل امام، البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت خالص. على فكرة احنا في مبنى من اعلى مباني منهاتن، فبيوفر اطلالة مباشرة على اماكن حلوة كتير. بس دي مقطع الهواء برد جدا والدنيا برد لدرجة ان انا خايف ان انا اطير. والسور زي ما انتم شايفين كده، يعني سور ضعيف جدا. الصراحه الواحد صحته من لما مش جايباه، ده الواحد ماشي جوه السور وخايف يقع والله. وانا المشكله كمان ان انا ما بحبش المرتفعات، بس انا رايح عشان بس عشان جمهور قناتي الحبيب اللي من حقه يشوف اجمل حتت في الدنيا معايا، عشان انت شركائي في النجاح. الحمد لله دلوقتي القناه بعد السنين دي كلها عدت ال 10,000 سبسكرايب، مجهود يعني مشكور منكم. دليل ان انتوا ناس ما بتقدرش اي حاجه الصراحه يعني، بس نشكركم برضو. بفينش ريكو لهم سبسكرايب بتاعتنا على اليوتيوب فارس منهاتن عشان يوصل لكم كل جديد وغريب وظريف. Thank you.